كابتن نائب، بيان الحكومه كان خلال الفتره الماضيه، انا عايز اعرف تعليقه على بيان الحكومه، وعايز اعرف هل هو نال النصيب بالنسبه لمحافظه الفيوم بالنسبه لخطط التنميه ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضراتكم واشكر قناه الحياه وبرنامجكم الموقر. وبداية بخصوص برنامج الحكومة، احنا طبقا للدستور للمجلس النواب ليه 30 يوم، 30 يوم هيناقش فيهم برنامج السيد المقدم من معالي دولة رئيس الوزراء. وزع علينا كنواب في برنامج مطبوع من مجلس الوزراء، كلنا يعني الايام دي بندرسه وبنقراه جيدا، وأحيل إلى اللجنة المختصة لدراسته قبل مناقشته في البرلمان. أنا والحمد لله عضو في اللجنة ديت، ولكن طالما حضرتك أثرت هذا البيان، أنا أولا بشكر معالي الوزير المحافظ مستشار وائل مكرم على الجهد القائم، ولكن أنا بطلب من سيادته كأخ أو كمواطن فيومي قبل ما أكون نائب للفيوم زيادة المجهود أكثر وأكثر لمحافظة الفيوم. الفيوم محتاج الكثير والكثير. ميزانيتنا لحد السنة اللي فاتت 159 أو 158 تقريبا مليون. ال 158 لما تقسمهم على محافظة الفيوم يعني ما تكفيش مركز من السبع مراكز، وخاصة إن في عطش جامد للخدمات. وبالتالي انا بمناسبه انك انت خليتنا اتكلم في بيان الحكومه، انا بطالب معالي دوله رئيس الوزراء ان يرفع ميزانيه الفيوم الى على الاقل 400 مليون بدلا من 158، لان المحافظه محتاجه الكثير والكثير والكثير. محتاجه الكثير في قطاع الطرق، محتاجه الكثير في قطاع الري، محتاجه الكثير في قطاع السياحه، محتاجه الكثير في تنميه الساحل الشمالي لمحافظه الفيوم الناحيه الشماليه لبحيره قارون. لو ربطنا الخدمات ديت هتنمي لي القطاع السياحي، هتنمي لي القطاع الصناعي، هتشغل لي خريجين، هتمنع تلوث البيئه في بحيره قارون، وبالتالي هتعود السياحه الى بحيره قارون، هتشغل لي كثير من الشباب العاطل. لذا فانا اطالب معالي محافظ الفيوم، معانا احنا كنواب وديت عبء علينا اكتر، ان احنا نطالب معالي دوله رئيس الوزراء بزياده هذه الميزانيه للنظر في قطاع خطير جدا. هذا القطاع يخص قطاع الصحه، يخص قطاع التعليم، يخص قطاع السياحه، الا وهو توصيل الصرف الصحي لأغلب قرى ومراكز وكفور ونجوع مركز سنورس، لأن مركز سنورس محاذية للبحيرة، وبالتالي أي تلوث للبحيرة بيجي من مركز سنورس، لأن هي من أكثر القرى تلوثا لبحيرة القارون. وبالتالي الصرف الصحي لو الحمد لله وربنا وفقنا وعممنا ان شاء الله بجهود معالي المحافظ وبجهود الدولة، لو عممنا الصرف الصحي في مركز سنورس، بالتالي هتبقى خدمت قطاعات كتيرة جدا.